أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول حديث أو فيما معناه: إذا حدثك أخوك فالتفت فهي أمانة. ما المقصود؟ هل هذا حديث؟ وما المقصود بالأمانة وعظمها؟ نعم، الأمانة ما اؤتمنت على حفظه، ومن ذلك الأسرار. فإذا سارك أحد بحديث ولا يحب أن يطلع عليه أحد فهذا أمانة لا تفشه. وعلامة أنه أمانة أنه يلتفت وهو يحدثك لئلا يسمعه أحد، فهذا سر بينك وبينه، ائتمنك عليه فلا تفشه، لأن هذا يدخل في الأمانة. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن الأمانات الأسرار التي يفضي بها إليك أحد من إخوانك ويطلعك عليها، فلا تفشي هذا السر على الناس لأنه يكره ذلك، ولو كان يرغب أن يطلع عليه الناس لما أسر إليك به وخصك به، فأنت أمين على هذا السر، لا تفشيه للناس. نعم.